تصفي يا دنيا الغالي. بياخدها بيصرفها يصرف مثلا من البنك القاهرة ويقوم حاططها في حسابه في البريد بتاع الناس الزراعي. اتفضل. بس انا هو اصلا مش كتاب في الدخل القومي، يعني المجلس الزراعي في بنك القريه وهو نفسه مالوش تعمل التسعيره وتعملها تعمل لجنه مجلس زراعي على الشراء من المزارعين مباشره. تمام. واحد يمضي ويستلف ولو ما عملتش كده انت حكومه تطلع فلوس بعد يومين تطلع الفلوس يستلف البلح قبل منها. ماشي وانا راجع. ماشي كده. انا عايز جيب كام دي؟ اللي متعلم. حسان تعالي كده بصي خلاص.
لا ما قدر ما يعرف ايش ما هي بتعمل كده عادي 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 جدا أربعة دول لا 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 دخلت لفة هو اسمه نملة تعرف اسمه نملة ما هاد كان ما هاد دود 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 عادي دود دود عايز الأرض عادي سيارة دي خالص لكن بصراحه كثير وبعدين الاشياء اللي وضعها له تاثيره على العالم يعني اتصل فيها عشان الاشياء واحد مسير في الشارع اللي اصحابه قال هو انا بقى سنتين انا قدام مزرعتين حضرتكم طبعا سياح ولا تخصصات زراعيه ولا صحفيين صحافه طبعا الصحافه يعني طبعا حضرتك بقالك ايه حضرتك او قريت ايه خلي الصور عم يوصل الحاجات دي بص انت وكلمه وصلت مش عارف انا عايزك عكس السيدات